وحلو انه احنا هذا اليوم يعني نذكر انفسنا ونذكر الاخرين صحيح. احنا فعلا نحتاج لهرمون السعاده اذا صح التعبير. صح، انا بحس هرمون السعاده بيطلع اكثر كمان لما الواحد يلعب رياضه. ما بعرف اذا بتوافقني الراي. انا وافقك 100%، بس خصوصي لما تخلص يعني هذا الشعور اللي خلصت وانا اتذكر دائما بعد اي مثلا نشاط رياضي الواحد يكون مرتاح مبسوط، يعني نظره الحياه تكون مختلفه، ويمكن هي الرياضه تفرز هذا الهرمون اللي هو هرمون السعاده 100%. وحتى الواحد لما يحس انه شكله عم بيتحسن وهيك كمان يعني هذا لحاله سبب كافي انه يكون سعيد فعلا. ويمكن كمان مرات بتكون السعاده بالعطاء او بانه نشوف شخص ثاني سعيد، مثل هاللاعب السنغالي الاصم اللي راح نشوفه ونشوف سعادته لما استعاد سمعه اثناء مشاركته بالاولمبياد الخاص. يعني يمكن الأولمبياد الخاص مو بس عم يسعد المشتركين، عم يسعد أهاليهم وعم يسعدنا نحن كمتابعين. خلينا نشوف فرحة هاللاعب من أصحاب الهمم يلي عم بيقلد احتفالية جوميز بالأهداف. أكيد شعوره بالنصر كان كبير ولحظات مستحيل ينساها. يعني يمكن هاي اللحظات بالنسبة لهاللاعبين بتضل مرافقتهم كل عمرهم. فعلاً أكيد يمكن هذه لحظات الفرح والتتويج هي مرافقة لكل اللاعبين، ويمكن في الأولمبياد الخاص إحنا قاعد نشوف هذه الفرحة الكبيرة اللي من جمع بين الأهالي وبين المتسابقين. وإحنا طبعا أكيد يمكن كل المشاهدين يتخيلون كيف شعور الأهل، شعور كله فخر. شفنا احنا فيديو للسباح فيصل المرزوقي وهو يحتفل مع والدته. صحيح، فيصل فاز بالميدالية الفضية بسباق ال 25 متر، ويمكن هي أجمل هدية قدمها لوالدته مع اقتراب عيد الأم بكرة. خلينا نشوف. مبروكين الله، مبروكين على الفوز، الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله اقبال، ان شاء الله الميداليه الذهبيه يا رب العالمين بكره ان شاء الله يا رب. الف مبروك، ونقول طبعا هي هاللحظات اللي تخلينا نحس باهميه دعم اصحاب الهمم لما نشوف هذه الفرحة على وجوه. أكيد، ويمكن دعم أهل أصحاب الهمم هو كمان كتير شيء مهم، لأنه لازم نعطيهم طاقة إيجابية. والخبر الحلو يا هاني أنه الشيخة فاطمة بنت مبارك أعلنت عن إنشاء جمعية أمهات أصحاب الهمم لتبادل المعرفة والخبرات بين الأمهات، ورح يكون في ندوات وورش تدريب لرفع مستوى الوعي عندهم، ويمكن عن جد هن بحاجة هذا الشيء. والله ممتاز، خطوة جدا رائعة. الله يحفظ كل الأمهات، ونتمنى لهم ان شاء الله يكون يعني يحتاجون هم هذا الدعم الاسري بين بعض، يتبادلون الخبرات. نبارك لكل اللي طبعا اللي فازوا وحققوا انتصارات، وايضا اللي مستمرين بالمنافسات. لو نرجع للدوري، انتم مقللين من موضوع الدوري ليش؟ لا لا، بس نحن اليوم لانه بلشنا بالسعاده هلا رح ندخل بالاخبار. يلا. اكيد كلنا سمعنا قصه المدرب ميدو اللي بسبب التويتر اقيل احمد حسام ميدو من تدريب الوحده بعد انتشار تغريده له في تويتر تحوي عبارات لا تليق بالاخلاق الرياضيه. ومن بعد هاي التغريده اعلن ميدو استعاده حسابه الرسمي على التويتر، وكشف انه حسابه قد تعرض للاختراق وانه مو هو اللي غرد هاي التغريده يلي أدت إلى إقالته. وفي مفارقة غريبة. صحيح. بين الخبر وبين مدرب الوحدة السابق. نعم. أنه كاريلي مدرب الوحدة السابق حصل على جائزة مدرب أفضل مدرب بالجولة مرتين ورحل من بعدها. وكمان ميدو حصل نفس الجائزة ورحل من بعدها. حقيقة يعني صدفة غريبة. على كل حال يعني كم مدرب تقريبا صار متغير هالموسم؟ هالموسم كثير شهدنا تغيير مدربين. في 6 أندية غير مدربين، هن الوحدة القادسية، الاتحاد، الفيحاء، الباطن وأحد. يعني فعلا هذا الموسم كان غريب من هالناحية. والله أنا شايف أنه يعني يمكن عندنا أزمة مدربين، مو ليس فقط هي أزمة مدربين، يمكن المنتخب أيضا المصري عنده إشكاليات كمان. المنتخب المصري أطلق القميص الجديد، ولكن كالعادة بتعرف الجمهور بيكونوا ناطرين أي قميص يطلع ليعلقوا عليه. ما كتير بنال استحسان الجمهور المصري بسبب أنه قال بزغلل العيون. زغلل العيون، أنت كيف شايفه هاني؟ والله أنا شايف حقيقة في لمسة فنية جميلة، ويمكن يكفي الشعار. إحنا لما نشوف شعار الاتحاد المصري لكرة القدم نحس بالحب. أكيد. يعني خلينا يعني هو بالنهاية اللي يقول أنه أنا أحس أنه يزغلل على عيوني،
انت ما يعني هم ما راح يلبسونه ويجونك للبيت صح هم راح يلبسون بالملعب بس تعرف دائما على تويتر يعني تحديدا بيلاقوا يعني دائما يا انتقادات يا مدح لا جميل انا برنتد لطيف يعني لطيف تمام على كلين الاحلى يعني انا اشوفه حلو صراحه باختصار زين ويمكن في شغلات هي هذه احلات كره القدم انت تشوف مثلا في تعليقات الناس على القمصان احيانا تشوف الجماهير كيف تتفاعل مع اللاعبين صح كان في تفاعل كبير من جماهير نادي ريال بيتيس مع ميسي صحيح اللي صار بمباراه برشلونه وريال بيتيس انه الجماهير وقفت طبعا ريال بيتيس مع ميسي لما سدد الهدف الثالث يعني ما قدروا يخفوا مشاعرهم ويعترفوا بادائه المتالق خلينا نشوف Aguanta. بتحسوا المشجع ضايع يعني انه هو ضد برشلونه ولكن اضطر يصير مع برشلونه يمكن هو هذا يعني حالات الرياضه والمنافسه اللي فيها مش فقط فوز وخساره استمتع. وميسي حقيقه يعني يفرض نفسه على كل الملاعب ويمكن النتيجه انها 4 يعني خلص هم اطلقوا مشاعرهم الحقيقيه خلص وصاروا عم يستمتعوا بالاداء بالضبط. يعني ما عاد همتهم النتيجه وميسي شكر جماهير الفريق المنافس وقال انه ولا مره صار معه هذا الشيء انه يسمع الهتاف من كل المدرج والله يستاهل حقيقه الصراحه احنا سمعنا انه ميسي انضم طبعا مؤخر المنتخب الارجنتين بعد غيابه منذ مونديال روسيا وقاعد يحضر لودي مباراتين وديات اللي هم مع فنزويلا والمنتخب المغربي صحيح وبما انه اليوم عندنا اطفال بالحلقه وفي هيك سعاده منتشره بدي تشوفوا معي فيديو لفريق كره قدم استخدموا تقنيه الفار ولكن بطريقه مختلفه يعني هو بالنسبة له الديناصور كان الحكم المساعد فعلا ويمكن هو هذا كمان يخلينا احنا نشوف مسألة الاعتراض يعني هو البار خلص انه الحالة مفروض انها انشافت ولكن حب الاعتراض هذا عند كثير من الأطفال واللاعبين وحلو هذا التقمص واللي ماخذ دور الحكم يعني رهيب صح؟ رهيب وماخذ الحركات على أصولها مزبوط قبل أن نختم معكم مشاهدينا نبي نذكر الجميع أنه تتابعونا من خلال فعاليات فورمولا إي وهالمرة راح تكون المنافسات في الصين صحيح هتكون يوم السبت بتاريخ 23 مارس من الساعة 9:30 لل 11:30 بتوقيت السعودية على MBC أكشن شكرا يا لين شكرا لك هاني وتحياتنا لك شكرا بتمنى لك يوم مهند. سعيد مهند راجع قريبا ان شاء الله خلال شاء الله. الشهر يعني هو شو عنده التشنج بالقدله وراح يتعالج ولا في شيء لا هو رايح رحله عمل بس ان شاء الله راجع لنا قريبا تحياتنا لمهند ويرجع بالسلامه ان شاء الله